مصدر داخل نادي مصر المقاصة أكد أن مجلس الإدارة لن يقيل أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق طالما لم يتقدم باستقالته. أضاف المصدر أن النتائج غير الجيدة لفريق مصر المقاصة خاصة طبعا في الفترة الأخيرة وفقدان 7 نقاط يعني أو خدوا 7 نقاط من 7 مباريات، ده غير مرضي للإدارة طبعا، وخاصة النادي بيمتلك لاعبين على مستوى عالي جدا وإدارة فنية أيضا عالية جدا. أحمد حسام ميدو واحد من اللعيبة الكبار والمديرين الفنيين الكبار في الكرة المصرية، وأكيد دي ممكن تحصل في أي وقت وأي ظروف لأي نادي. عندهم مباراة مهمة مع الاتحاد السكندري هتحدد بشكل كبير جدا مصير أحمد حسام ميدو مع مصر المقاصة في الفترة اللي جاية.